بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق هذا الشوط، الشوط الخامس للحقايق، شوط المفتوح. نسير مع البدايه، ونسير مع البدايه، نسير مع شواهين تركيب بن محمد بن علي الزرعي. من يستفتح الاذاعه بينما الشاهينيه فهد بن حمد العويسي يقدم هذا الاسم على المركز الثاني وثالث المراكز. وصلت هنا الشاهينيه، سلمان بن خميس المدهوشي يتقدم مع الشاهينيه، بينما المركز الرابع وصلت الزعامه، احد الاسماء المرشحه، احد الاسماء الكبيره، احد الاسماء الخطيره على المركز الرابع. عليها ترشيح من ناصر بن علي بن حسين المدهوشي، يحط ترشيحه على الزعامه اللي على المركز الرابع والمركز الخامس. رحبوا معي بجوهره، جوهره القادمه على المركز الخامس، هناك حمد بن ساعد العمري، ولكن العوده، العوده مع شواهين تركي بن محمد بن علي الزرعي. يقدم شواهين على الصدارة الأولى والمقدمة هنا على المركز الأول مع أبو تركي، تركي إذن تركي بن محمد بن علي الزرعي اللي قدم شواهين على البداية، بينما ثاني المراكز وصلت هنا الشاهينية، سلمان بن خميس المدهوشي، والمركز الثالث وصلت هنا جوهرة 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 جوهرة. الله، رحب بالعملاقة، هذه العملاقة حمد بن ساعد العمري، من يقدم لنا جوهرة صاحبة الإنجازات، في رصيدها سيارتين وأيضا إنجازات عديدة هنا تشارك وتكرر الإنجاز، سلالة شاهين ذكرى. الله الله يا جوهرة جوهرة جوهرة، باعدت جوهرة، باعدت مع المقدمة صاحبة السجل الحافل، السيارة الثالثة في الرصيد، تضيف السيارة الثالثة، خلاص قفلت على الشوط. تانينا والناموس حمد بن ساعد العمري على فوز جوهرة بهذا الشوط، تضيف الإنجاز إلى إنجازاتها، والسيارة الثالثة في الرصيد. تانينا والناموس المركز الثالث، المركز الثاني الشاهينية سلمان بن خميس المدهوشي، والمركز الرابع الثالث شواهين تركي بن محمد بن علي الزرعي، والمركز الرابع شواهين محمد بن ناصر الهاشمي. تهانينا والناموس لحمد بن ساعد العمري. التوقيت دقيقتين و54 ثانية.